يا نور يا نور، احكي لي حدوتة، بس تكون عن حد طيب، ما تكونش عن الناس الأشرار، عشان البشر كلهم ما بقوش طيبين. طب بص، احنا النهارده خدنا في المدرسه قصه الشجره الطيبه، احكيها لك. طب احكيها لي بسرعه يا نور. كان في مكان، يا مكان، يا سعد يا اكرام، لا احنا الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كان في مره زمان شجره، كان هما كانوا شجرتين، واحده شريره وواحده طيبه. فكان ايه، في ولد صغير فراح يقعد تحت الشجره الشريره، مع ان هي كانت تحتها ظل، بس الولد اول ما قعد راحت هي شالت الظل بتاعها وخلت يجي شمته، فضلت تحدف على حاجات وحشه وورق شجر. فالشجره ايه الطيبه فزعلت، فهو راح يقعد ايه تحت ظلها الشجره الطيبه، وهي ما شالتش الشمس ولا اي حاجه. هو كان عمال يعيط وحزين وقعد تحت الشجره، فسالته هو انت اللي بتعيط؟ هي كانت عارفه اسمه، هو كان ولد اسمه مالك. فقالت هو انت اللي بتعيط يا مالك؟ راح قال لها ايه ده ياما، مين اللي بيتكلم؟ وقام من تحت الشجره على طول. قالت له انا الشجره الطيبه اللي بكلمك يا مالك. راح قال لها طب هو انت ازاي بتتكلمي وازاي انت شجره طيبه؟ قالت له عشان انا بحب الناس وكمان بحب البشر. راح قال لها انا بعيط علشان صحابي في المدرسه بيفضلوا يتريقوا عليا ويزعقوا فيا، ومحدش بيحبني خالص في المدرسه. يا حرام، ده مالك ده صعبان عليا قوي. استني بقى عشان نكمل. فالشجرة قالت له ايه، معلش ان هم اصحابك بيتريقوا عليك، انا عندي فكره. مالك قال لها قولي بسرعه، قولي الفكره اللي عندك ديت. راحت قالت له ايه، انت هات كتابك وتعالى ذاكر تحتيه، وكل يوم هاكلك في تفاح في تفاح في تفاح لغايه ما تبقى ذكي ومحدش هيتريق عليك تاني. مالك فرح وسمع كلامها فعلا، وراح جاب الكتاب بتاعه وذاكر وبيروح المدرسه، ومحدش اتريق عليه لغايه ما مالك ده كبر وبقى عنده عيال، وراح خد من الشجره الطيبه ديت خشب عشان يعمل الاوضه بتاعته. بعد كده بقى نسي الشجره الطيبه دي خالص، والشجره الطيبه كانت بزعلانه اللي هو نسيها. بعد كده فهو لما خلف عيال، هو كان عجوز خالص خالص مالك ده، فعياله قالوا له تردموا البيت، فراح تاني رجع للشجره الطيبه، والشجره الطيبه كانت زعلانه منه وغضبانه عليه، وقالت له لا هو مش انت يجي من 50 سنة. قال لها معلش انا اسف وحقك عليا، انا افضل تحتيكي، وكمان عشان عيالي رموني في الشارع. فهمت بقى حاجة من القصة؟ دي قصة جميلة قوي، بس فعلا ما بينفعش حد يغدر بحد، مع ان اي حد يعمل معانا حاجة كويسة نفضل فاكرينها له، حتى لو الحد دوت مش كويس معانا. كده يا اصحابي احنا اتعلمنا ان حد ما يترمش على حد، حتى لو هو اخرس، لو حتى معاك، لو اي حاجه ما تتريقش على حد. هو ما انت ممكن ربنا يحطك في الموقف اللي هو فيه دوت، وانت برضك واصحابك يتريقوا عليه، فما حدش بقى يتريق على حد. باي.